تمام. B 0.05 0 0.2. C اللي هي الايدنتيتي ماتريكس 1 0 0 1، واخر شيء دي 4 0. اوكي انيشال كونديشنز، ايش بتحب نحط الانيشال كونديشنز؟ هلا ممكن نقول انه السيستم صار له بيشتغل فتره طويله جدا، ايش هم ايش لازم احدد الانيشال كونديشنز؟ ايش هم الفاريبلز لازم اقول شو هم؟ تي تبعت الهيتنج اليمنت، وتي تبعت الفلو، مضبوط؟ مش هدول هم ستيت فاريبلز الاثنين اللي عندنا X1 و X2. هلا يا انه بحطهم زيرو وبفترض انه السيستم شغلته اليوم الصبح، جيت على المصنع وشغلته اليوم الصبح، كان الهيتنج اليمنت بارد، نفترض انها زيرو مثلا، او درجه حراره الغرفه 25 ودرجه حراره الفلويد 25 درجه حراره الغرفه او زيرو زي ما بدك، ودخلت وشغلت السيستم وحطيت كيو على قديش، بديت اضخ بديت ادخل حراره، عفوا الكيو قديش كانت؟ 5000 شيء، رح نمشي على اليونتس اللي هناك الكيلو كالوريز. فانا رح ابدا هيك، رح اعمل انيشال كونديشنز هلا 0 0، فاكسبلسيتي رح احطهم هو ايش؟ كولوم فيكتور مش هيك؟ X1 و X2 كولوم فيكتور، فرح احطهم اكسبلسيتلي 0 و 0. اوكي؟ هيك احنا بشكل واضح قلنا انه السيستم كانه اشتغل من الصبح. ممكن كان انت تقول انه الانيشال كونديشنز 600 و350. اوكي 600 اللي هي درجه حراره الاليمنت، و350 درجه حراره الفلويد، ونحن صرنا مشغلينه فتره طويله جدا، وهلا بدنا نشوف اثر مين؟ يا اثر الديستربنس اللي هو تي ان، يا اثر تغيير الكيو اللي هو المانيبيوليتد فاريبل. اوكي؟ هلا راح اخليه انا زيرو، راح افترض اني دخلت على المصنع الصبح وشغلته اشتغل معي هون، هي ستيت سبيس موديل جاهز. كم انبوت داخل له هون؟ 1 2. هذا البلوك ستاندرد بلوك بدخل له خط واحد، بس هذا الخط واحد هو مالتي بلكس لاين، كم انبوت بدخل فيه؟ 2. كم اوتبوت بيطلع منه؟ كيف عرفنا هذا الحكي؟ من عدد الانبوتس والاوتبوتس. من وين بعرف عدد الانبوتس والاوتبوتس؟ فرضا اذا بدك من دي 2 باي 2 مش هيك؟ مش دي 2 باي 2 اللي هو عدد الانبوتس الروز وعدد الاوتبوتس الكولمز، او بي مثلا. ماشي فاهمين؟ فاهمين علي؟ مش ايه ما بحدد لي عدد الانبوتس، شو بحدد لي ايه؟ دايمنشنز تبعت ايه هي؟ ان باي ان، ان باي ان، اوكي؟ الار بعرفها، الانبوتس بعرفهم من بي، والاوتبوت بعرفهم من سي، والانبوتس والاوتبوت بقدر اعرفهم من بي. الكل فاهم علي شو بحكي؟ فاذا انا اوتوماتيكيا بس حكيت لهذا الموديل قلت له انه دي هي الدايمنشنز تبعتها او سي او بي، عرف هو اوتوماتيكيا انه عدد الانبوتس 2 وعدد الاوتبوتس 2. اوكي ماشي؟ اذا هلا بدنا ندخل له 2 انبوتس، اذا بدي احط انا هلا مالتيبلكسر، بدنا نروح نجيب مالتيبلكسر من برا، هاي اللايبرري براوزر، راح اروح اجيب هون مالتيبلكسر مش هيك؟ هي مالتيبلكسر بدنا نضيف على الاقل بدنا مالتيبلكسر وحده، واظن بدنا دي مالتيبلكسر كمان مش هيك؟ عشان اقدر اطلع الاوتبوتس، وراح استعمل دي مالتيبلكسر كمان، هيها موجوده. اوكي؟ اذا راح احط هلا دي مالتيبلكسر هون، راح نحط مالتيبلكسر. اوكي؟ هلا اوتوماتيكيا كمان احنا قلنا انه الانبوت الاول هو كيو، مضبوط؟ هلا راح اشغل السيستم انا في الاوبن لوب، كل فاهم ايش يعني اوبن لوب؟ ما عملت لا كنترول ولا شيء، اللي بدخل عندي هم المانيبيوليتد فيربس، يعني انا دخلت الصبح على المصنع وبدي افهم هذا السيستم شو، لسه ما صممت له كنترولر. هي السيستم عندي في معي موديل له، ميمو موديل. مالتيبل انبوتس مالتيبل اوتبوتس، مش هيك الموديل؟ تو انبوتس تو اوتبوتس، بس الانبوتس هذول هم المانيبيوليتد فيربس، والاوتبوتس هم كنترولد فيربس. انا عارف بعدين يمكن نقول انه الهيتنج اليمنت انا مهمنيش كثير تمبرتشر تبعته وما اتحكم فيه، بس هو نظريا في عندي تو كنترولد فيربس وتو مانيبيوليتد فيربس، هذول سميناهم U1 و U2 مش هيك؟ هذول اليوز، وهذول راح نسميهم Y1 Y2، لكن Y1 بيساوي X1 Y2 بيساوي X2، لانه C استعملناها اي ماتريكس ايدنتيتي ماتريكس. اوكي؟
طيب اذا خلينا ناخذ لكيو هلا راح اخذ لكيو ستيب فانكشن راح اعتبر انه كيو راح اغير فيها ستيب فانكشن راح اجي الصبح اشغلها وراح احط لها قيمه او اذا بدكم ناخذها كونستنت في البدايه راح ناخذ هون سورسز وراح اعتبر انه كيو كونستنت راح اضيف 1 كونستنت لكيو واحطه هون وراح اخذ كمان واحد واحطه ل تي فهذه صارت الانلت تمبرتشر فنسميها بشكل واضح راح نسميها تي اي اللي تبعت الفلويد وين راح الدبليو الفلو اعتبرناها اختفى الدبليو جوا الموديل اختفى جوا اي ها هلا اذا انت هذا ما بيعجبك شو بدك ترجع تعمل تعيد الموديل مرة ثانية كم manipulated variable بصير عندنا ثلاثة بصير عندي دبليو انتو بس احنا مفترضين انه دبليو كونستنت ومش ديستربنس حتى ما اعتبرناها ديستربنس بصيرش هلا تيجي تقول لي انا دبليو بدي اياها ديستربنس اتس تو ليت هلا ليش؟ خلص عملنا بدك ترجع تعيد الموديلينج مره ثانيه وتقول لي انا دبليو حاسس انها ديستربنس رح تغلبني رح تصير تتغير دبليو بدي احطها برا كانبوت بده يصير عندي 3 انبوت مضبوط انا كيو هي اللي بتحكم فيها بس تي ان ودبليو هم ديستربنس فيربلز اوكي فهذا تي اي هو ديستربنس فيربل قديش قيمته قلنا كانت 100 سلسيوس مش هيك؟ هي واز 100 سلسيوس انا ما حطيته ستيب هلا بعدين بحطه ستيب لما بدي يصير اغيره يخليه يتغير واشوف اثر تغيره هلا انا حاطه بكونسبت بدي اشوف شو بصير بالسيستم وعندي كيو قديش كيو حطيناها هلا كيو هي الهيت انبوت راح نحطها 5000 كيلو كالوريز انا عارف ان يونت عجيبه الكيلو كالوريز بير مينيت بس خلينا نمشي مع المثال الموجود هون فهذا صار كيو اللي هو الهيت انبوت وراح نحط قيمتها هون 5000 كيلو كالوري بير مينيت هي دخل عندي كيو هون دخل عندي تي ام هون بدي اراقب الان بدي اشوف درجه حراره الهيتنج اليمنت اللي هي كانت الاولى مش هيك اكس 1 كانت تي اي واكس 2 كانت تي خلينا نكبر شوي هون خلينا نحط اوسيلوسكوب بجوز ما في داعي للكونكس ممكن حسب ما بدك تعرضهم بصير حط تعرضهم الاثنين فوق بعض بصير تعرضهم الاثنين فوق بعض ايش رايكم نعرض التمبرتشر شوف انا ايش راح اعمل راح احط هدول على تشانل وراح احط الانبوت اللي جاي من الكيو لما يتغير الكيو بعدين على تشانل ثاني او هلا ممكن نحطهم ماشي نحطهم الاثنين كلهم على الشانل واحد راح اخلي دي مالتيبلكسر هلا هون هلا الاوسيلوسكوب كمان ذكي بفهم انه هذا الخط في تو سيجنالز طيب ما راح ادخل انا هلا كيو لاني مش عامل عليها ستيب بهمنيش اعرف ايمتى تغيرت وهيك هي الاثنين كونستنت فالمفروض هلا اذا عملنا رن هلا قديش بدنا كم دقيقه لازم نعمل رن؟ انتم اختبرتكم بالموديل 10 على الاقل 10 دقائق على الاقل بالعكس احنا يمكن بدنا 5 تايم كونستنت مش هيك تقريبا انا عارف اني استعملت انا كلمه 10 بتايم كونستنت بشكل مش 100% دقيق لانه احنا بالسكند اوردر سيستم ما بنستعملش كلمه تايم كونستنت بس انا استعملتها فيري لوسلي عمالي بقول انه في عندي تو بولز واحد من البولز سميته تايم كونستنت وواحد بول سميته تايم كونستنت ثاني وطلع معنا واحد قديش كان؟ كان اظن 11 شيء زي هيك مضبوط كان واحد 11 واحد 10 وواحد واحد منت 1 منت تقريبا اذا خلينا نعمل هون رن ل 150 منت خلينا نطلع شو بتتوقعوا اللي طلع فوق هذا؟ هاي درجة تي اي تي اي هاي الهيت اوكي لازم تي اي يكون اعلى من تي عشان ايش يصير؟ يصير في فلو للهيت من وين؟ وين وصلنا ستيدي ستيت كونديشنز؟ هيها تقريبا هون مش هيك؟ كم تايم كونستنت هاي؟ تقريبا وصلنا 5 تايم كونستنت هون، بعد 5 تايم كونستنت قديش قلنا بنوصل من الفاينل فاليو متذكرين؟ 99 وشيء 99.7 بالعشرة او شيء زي هيك إذا نحن بعد تايم كونستنت بعد 5 تايم كونستنت تقريبا هون وعملنا سيتلينج أخذنا زيادة شوي هي أنا وصلت ستيدي ستيت كونديشن إيش عم بيصير هلا بستيدي ستيت كونديشنز كم كيلو كالوري بير مينيت عم بدخل على السيستم من الهيتر 5000 قديش عم بمر من الهيتر للفلويد كم كيلو كالوري عم بمر بالدقيقة من الهيتر للفلويد كمان 5000 ستيدي ستيت كونديشن قديش درجة حرارة الهيتنج إليمنت كونستنت صارت 600 قديش درجة حرارة الفلويد 350 مش هيك هذا الفرق ضروري عشان يتغلب على ايش؟ ايش في بينهم؟ ثيرمال ريزيستنس او كوندكتنس اتش اي اي مش هيك؟
لازم يكون عندي فرق حتى اقدر اتغلب عليهم. زي لو عندي غرفه درجه حرارتها 35 او 30 درجه مئويه وبرا الجو بارد درجه حرارته 10، لازم يتكون هذا الفرق حتى يصير في عندي خساره في الحراره ما بين الاثنين. اذا هي وصلت انا هون ستدي ستيت كونديشنز. هون انا ما دخلت ستيب، بس لاني ليش هون بديت من 0 0؟ ليش الفاليوز الاثنين بدوا من 0 0؟ لان هدول انيشال كونديشنز. اوكي، شغلنا البلانت الصبح، اشتغلت الفلو، بدا على 5000 كيلو كالوري بير مينيت. الانبوت فلو تبع الفلويد، عفوا درجه حراره الانبوت فلويد بلشت على 100 درجه مئويه. لو عملت بلوتينج لتي اي هون راح تكون، فعم تدخل درجه حراره على 100 عم ترتفع ل 350 بسبب ال 600 درجه اللي موجوده هون من هذا. هلا نطلع على شغله ثانيه هناك. هلا هذا مش مبين السيستم انه فيرست اوردر او سكند اوردر، مش هيك؟ صعب اقدر اعرف. كيف ممكن اعرف بشكل احسن؟ بدنا نكبر البنبه الصغيره هاي عند البدايه. الفيرست اوردر سيستم المشتقه الاولى مش زيرو. السكند اوردر سيستم المشتقه الاولى زيرو. الثيرد اوردر سيستم المشتقه الاولى والثانيه زيرو. الفورث اوردر سيستم وهكذا. فبتلاقيها بتصير تشبه اي حرف بالانجليزي، حرف الاس. بتطلع هون هلا بشوف مين احسن، نعمل زومينج بالواي ولا بالاكس؟ خلينا نعمل زومينج بالاكس نجرب. راح اعمل زومينج بالمنطقه هاي. هلا بتلاحظوا هذا هون يمكن حتى صعب نشوفها، مش واضحه 100% هون، مضبوط؟ يمكن لو عملنا زومينج بالواي بتكون اوضح. ليش هاي مش بادئه من الزيرو؟ مش هدول المفروض يكون زيرو، ولا هي بس لانها طلعت بسرعه، طالعه بسرعه مش مبينه؟ طيب هلا هون اذا عملنا زومينج انا مش قادر اجيبها بشكل واضح، راح نلاقي انه هاي القطعه من هون فيها هذا. يمكن خليني اعمل زومينج بالواي احسن. بدنا نعمل زومينج بالواي ونشوف في بين شيء. نعمل زومينج بالاكس. في شيء بسيط واضح، بسيط جدا. اذا بتطلع على هاي الفيرست اوردر سيستم ما راح يعمل هيك، ما بيعمل هيك. الفيرست اوردر سيستم المفروض بيطلع مباشره. فهون السلوب، لاحظ السلوب هون اقل من السلوب هون، مضبوط؟ هذا الشيء الوحيد اللي قادرين نشوفه انه هذا فعلا سكند اوردر سيستم. اوكي، ايش بتحبوا نعمل الان؟